ميلة كان تشوف لهنا هكايا لحيوت ميلة اللي ما يرممش راهو كان قدرة ربي سبحانه. البنيات هذوما اللي ورانا والبني بصفة عامة في تونس في المدينة العربية في أنهج العاصمة وفي برشا بقايا أخرى حسب رأيك ينجم يقاوم الزلازل بعد الشر وربي يحفظ بلادنا؟ كان ربي سبحانه قتلك بالنسبة للبني هذي الكل كان ربي سبحانه اللي يعاود عاود رمم وكما نقولوا عاود العرس متاعه وكذا يمكن وهذه الكل قدرة ربي سبحانه. هذه مش للزلازل هذيك تجي مطره كما نقولوا فيها مطره باهي تهبط مش زلازل. احنا في المقابل عندنا عدد كبير نتاع بناءات قايله للسقوط متصدع تنجم تيح في كل لحظه. لا كيك في تونس العاصمه وفي غير تونس العاصمه. نحن البنية نتاعنا في تونس بصفه عامه بنية خلي عدد البنايات هذه عندها 100 سنه ولا ما تتحملش العباد امورها مضاضعه والعباد تعبه ما تنجمش معناتها مش يخرج من غاديك ما عنده وين يمشي. هذه مسؤولية الدولة. في نفس الوقت هو قاعد في خطر. المواطن ما عنده ما يعمل. ما عندوش ما يعمل المواطن. هذه المسؤولية مسؤولية الدولة. هذاك توا زلزال وقع اما احنا مش زلزال باش يقع احنا المطر والهوميديتي هم اللي باش يطيحوا البني في تونس. يعني لا قدر الله يصير حاجه من نوع هكا زلزال هذاك ما نحكيوش عليه اما احنا نحكيو معناتها بور لو مومون تونس لاباس والحمد لله. اشنيا اللي باش يطيح البني؟ يطيح البني هو المطر قله الصيانه ما فماش صيانه في تونس جمله. بما أني أنا نخدم في وزارة الثقافة وتابع التراث كي تدخل المدينة الداخل وتشوف كي تتعدى تحت صبات تحت صبات نسموه صبات القوس تخاف الصبات التي حاليك مش تخاف من البنية تخاف من صبات برك التي حاليك معتها شو نقول لك أنا دور البلدية دور المجتمع المدني يلزم يتحرك بالعباد يلزمها تتحرك. انا كان عندي اقتراح وكونه البلديه ولا صيانه المدينه بدا كان مازال صيانه المدينه خاطر ما عاد صيانه المدينه ولينا نسمعوا بها سمعاء تقوم هي بالاصلاحات وبعد تالي العباد تدفع بشوي بشوي تدفع معناتها يعملوا لها كيفاش شوفوا بروسيدور كيفاش يدفعوا العباد خاطر المواطن وحده ماهوش باش يصلح وماهوش قادر باش يصلح واكثرية سكان المدينة ولاو كاري الاصليين نتاع المدينة وين مشاو خرجوا على رواح كي خرجوا خلاو ديارهم هكاكا كراوهم الكاري ماهوش باش يصلح ماهوش باش يعمل لك حتى شيء ما عندهم ما في حالوش باش يصلح. ثم كل خايخين على الاخر هذوكم يلزم معناها فهمت اقل هذوك مش رجع اقل حاجه هذوك من نجموا اما اللي بني الاخر اللهم حش ربي زلزال ما فيش القديم الجديد. هات نحكيو شويه على الباحثين العقاريين اللي يبنيو في بني ما يستجيبش للمواصفات وبنيه تتشقق بعد عامين ثلاثه تبقى بنيه سي بون بدات تتشقق. ايه هذاك المشكل نتاع لا رميز دي كلي مش يعملوا فهمت في رميز دي كلي يلزم ناس معناها ثقه اونيت كي باش ياخذوا معناها قبل يثبتوا قبل ما يعملوا معناها مش رميز دي كلي هيك اللي يسميوها هي قبل ما يسلموا الواحد يعملوا معناها اي بالضبط يشوفوا معناها اسكم طابقه المواصفات ولا قبل ما يعطيهم العباد. لكن احنا
مثلا لهنا في انهج العاصمه شفنا برشا مباني من الفوق سافا با متداعي للسقوط، امورها مش واضحه، ومن لوطه فما ناس تسكن واللي يبيع واللي يخدم واللي عنده محل تجاري. فما ناس حتى اختر يختار اختر، هذه مهمه البلديه. هي علاش ما نتعظوش من اللي قاعد صاير في البلدان المجاوره؟ اي يجي نقول لك راه لا فيها لا بني قديم لا جديد، هذه قلت لك حس ربي، زلزال هذه حس ربي. يمثل اختر ماش عندهم باش يعملوا، سينتقى معناها ملكه نتاع عزيز ولا فهمني. بتبيع ما عنده حتى حل اخر مع غلاء تعرف العقارات والواحد وزيد حومته، واحد حومته ملي تولد يبدا معناها ما معروف في الحومه هذيك. لكن هذه روح بشريه معناها تنجم اتومون تيح عليهم هي دي مسؤوليه الدوله مش مسؤوليه المواطن. المواطن لاقي دار بوه باش يسكن فيها باش يرممها باش يقدر باش يسكن فيها، ماذا بيه هو كان يصير ترميم الدوله، ما الدوله ما في بالها شيء. السؤال المطروح، البنايات هذه تنجم تتصدى لزلازل او رجات ارضيه لا قدر الله وربي يلطف ببلادنا؟ ان شاء الله ربي يلطف ببلادنا، ما صعيب ياسر. تنجمش تصديها. منين باش تصدق؟ تشوف فيها انت. درجتين يمكن ما نوصلوش نحكيو على 7 درجات ولا. ان شاء الله ربي يلطف بينا وكاو. اليوم كي نحكيو شويه على الباحثين العقاريين اللي يخدموا ما همش في بنايات ما تستجيبش للمواصفات، يبني دار بعد سنه او سنتين تلقاها سي بون تشقت وتنجم تطيح وتمثل خطر على العائلات. موجوده هذه حتى في الاحياء الراقيه، مش معناها ما تحكيش على هنا وسط العاصمه توا كلها معظمها حتى اللي يشريوا جدد يطيح ويعاود يبني، كلهم يطيحوا ويعاودوا يبنيوا. يعني البنية سواء كانت تقديمة ولا جديدة روح المواطن فيها مش مضمونة. مش مضمونة جميع النواحي، آخر حكاية المواطن. آخر حكاية. خلينا نحكيو شوية على المثال اللي صار في تركيا والكارثة اللي صارت، إن شاء الله ربي يرحم موتاهم ويشفي جرحاهم. مؤخرا شدوا مقاول أشرف على مجمع سكني تقريبا توفاو فيه 1000 شخص، شنو رأيك مسيو؟ معناها البنية بنية غالطة طاحت ما نجمتش تقاوم الزلزال طاحت بكل شيء. شكون خسر في الأفير؟ أرواح بشرية مشيت. وين الضمير؟ الضمير فلوس طب. كلها فلوس. يعني عادي عادي، المهم هو ما باش يربح هو فلوس في معناها في المشروع نتاعو، هاي قناطر وما يعملوا فيهم تلقاها تصدعت وباش تطيح. أو هنا في وسط البلاد. محمد خامس ولا في برشا بلايص قناطر هيك. تلقاها مشدوده باللوح. هو نورمالمون قبل ما يتم تسليم المشروع فما رقابه تصير. في وضعيات هكا نجم نقولوا تكنتر الموضوع. فما تمكميك بالطبيعه، تمكميك موجود. ما تحكيش. البني القديم الكل راهو في حاله انهيار الكل. نحكيو على عدد كبير نتاع بنايات قايله للسقوط متصدعه فيها الريسك الكل، في نفس الوقت فيها برشا ناس يسكنوا لداخل. هذوك مختر. اختر عليهم. اختر السقف تلقاه يقطر وهو ساكن مغطيه بالباش واحد وفيرانديت زاد كيف كيف مايلة عروس خايخة. هي الشتاء ساعات كي تصب الشتاء بقوة الحيوط تتقشر خاطر بني قديم والسلع متاع البني قبل مش كيما توا زاد كيف كيف. حسب رأيك انت مش جاي الوقت اللي يلزمنا نتعظم من اللي صاير في البلدان المجاورة؟ يلزم، لا خاصة المدينة العربية لهنا في تونس يلزم يعاودوها من أول وجديد. يلزم يحاولوا كيفاش كل مرة يشدوا كما نقولوا زوز ثلاثة نهجة يخرجوا العباد يعملوا لهم حل ليهم هما ويعاودوا بشوية بشوية هكاك على مر السنين باش تتصلح البلاد. سينو كارثة كبيرة الله لا يقدر. هذا فيما يخص البني القديم، البني الجديد توا حسب رايك انت خاضع للرقابه فيه مواصفات؟ ما فماش هو اللي باش يجي يبني كيما نقولوا 100 متر كاري وهو ما يعرفش يغشوه. باش يجيب مهندس بني ما نعرفش انا 100 مليون يكلف له ب 200 مليون الدوبل واسافوار فيها المواصفات الباهيه والا لا. باش تفسر انت بنيه جديده تتصدع ولا تقولوا احنا تترشق لحيوت بعد عام اثنين ثلاثه؟ السلعه نتاع قبل مش كيما تو، واليد العامله نتاع قبل مش كيما تو. والغشب زايد يظهر لي. اكيد. الغشه وقله الانتباه ساعات عرسه تقول له حط لي فيها شكاره سيمان
كما نقولوا برويته ولا زوز ولا برويته ونص رمل، ما تكثرليش الرمل خاطر يتهبهب. يعمل كي يخدم على كيفه هو، يبدا ماهوش واقف عليه، يخدم على كيفه هو، يجي مهندس يسقطها. اسكو يكمل اللي يخدمها كالبنية ذيك ولا لا؟ هو فلوس يطيش فلوسه في الزبلة يولي يكملها، يكمل يخدم. ناخذوا المثال اللي صار في تركيا مؤخرا والزلزال والأرواح الناس اللي ماتت وكل، فما مقاول مشرف على مجمع سكني وقفوه على خاطر طلع ماهوش مطابق للمواصفات، وبطبيعة الحال فما أرواح تقريبا 1000 شخص اللي ماتوا. نرجعوا هذيك قدرة ربي أول حاجة. ثاني حاجة، الغشة موجودة في كل شيء، في كل شيء، كل مهندس كل بناي كل صانع اللي باش يخسر 100,000 على عرس يقول لك ليه أنا نخسر 50,000 يسر علي. هذيك تبدأ من هذيك الغشة في كل المجالات. والبني القديم توا البلدان المتقدمة ديما تجدد البني متاح، وديما فم الرقابة. نحن العالم الثالث هو فم مشروع سكني، ترى يجوا شوفوه، يصور لك مثلا الحاجات الباهية، كي يجيب مهندس ويقول له شوف لي أنا هو الباهي فيه وأنا هو الخايب، يصحح في الورقة يقول له هذاك كله باهي وصور عليه. الباعث العقاري والمهندس واللي اعطى الرخصة يزموا يتبعوا زادة، ويزموا معتها يزموا سويفية كبيرة زادة. نحيو برشا حكايات من تونس، حكايات ماك تعرف، مهندس مع مهندس مع مهندس، برا عدي هذاك وبرا شوف هذاك وبرا ميسال شو هذاك لينا، وهذاك حصلت العرسة تعملت اش باش نعملوا لها، عداها ميسال شبر هكا تعدي هذيك مالا اللي قدر تجينا قلت خلقيلة مشيت هي الأولى هبطت. في الكفتين فما أرواح نتاع مواطنين نتاع توانسة، مش توانسة شو تحب نعمل؟ التونسي شو تحب يعمل؟ توليوا في الحياة يبنيوا وحدهم العباد، يعمل عرس وحده ويربط الحديد وحده ويخلط العرسة معتها شو باش يلزمها وش ما يلزمهاش يعملها وحده، وليت العباد تبني وحدها. من قلة إمكانيات، من قلة إمكانيات وكهو، ما نجمش يجيب بنايه باش يخلص.